حد فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قال ولا ما قالش الشكل الدوري الانديه الدعم اللي دلوقتي الانديه كلها بتشتري الاسماعيلي المصري اللي داخل بفلوسه بيراميدز البنك الاهلي فيوتشر بيراميدز الفلوس قوي بقت موجوده في مصر وما عادش زي زمان الاهلي هيشاور للاعيبه من هنا ومن هنا كله هيجري وراه ولا الزمالك خلاص بقت في فلوس في مصر جريده بعد ما يرجع من انقاذ النادي الاسماعيلي بعد انقاذ النادي الاهلي الفوز بالكونفدراليه شكل الدوري ازاي وتصريحات فيتوريا. طبعا نروح الانترو ونرجع لكم تاني. بعد ما رجعنا لكم الانترو طبعا اذا كان قال لويس فيتوريا التصريحات ديت وانه لا يعد بوصول منتخب مصر لامم افريقيا وانه يفوز بيها وانه لا يصل لكاس العالم لو ما قالش كده يبقى خير وبركه لكن لو قال تبقى كارثه لو في حاليا مع الوقت واللي معاه وطبعا التجهيزات واللي هو للرؤيه ومعاه الوقت الكافي انه يجرب ويلعب ماتشات قويه ويشوف وانه ما يوصلش انك انت تفوز بامم افريقيا وانك انت ما توصلش كاس عالم يبقى الراجل ده جاي بيزنس وزيه زي اللي راح ورمينا فلوسنا مع ان المدرب انا ما اعتقدش انه يعمل حاجه صدقوني انا وجهه نظري في حاجات تانية هنتكلم فيها فنيه هي اللي هتوصل منتخب مصر لان احنا عندنا بعض المشاكل لو هو طلع قال الكلام ده يبقى كارثه وعيب عليه انه يكمل وعيب على اتحاد الكره انه يكمل ان الراجل ده انت ما انت جاي تعمل ايه اذا يعني احنا شفنا تصريحات كابتن رضا عبد العال على الموضوع ده اذا انت ما انت جاي تعمل ايه ومعاك الوقت ده كله ومع ذلك بتقول ما بتوعدش والكلام ده كله طب حلو امال هتعمل ايه جاي تخسرنا زي اللي قبلك ماشي طيب ايه رؤيتك ما قلتش وفرضا ان انت ما قلتش الكلام ده والكلام ده مش على لسانك ايه رؤيتك وايه اللي توعد بيه الشعب المصري معاك فرصه ومعاك وقت ومعاك كل حاجه تطلع تعملها وتنفذها ومباريات وديه ومعسكرات ومعاك كل حاجه ممكن تعملها ايه اللي توعد بيه اذا ما قلتش فايه اللي انت ممكن تقوله للشعب المصري الفتره اللي جايه وايه اللي توعده مصر زعامه افريقيا اكتر منتخب فاز ببطوله افريقيا وطبعا كاس العالم بنوصله كل ايه بطلوع الروح فايه اللي بتوعدنا بيه ده رقم واحد يا جماعه هل انتوا شايفين اذا قال التصريح بتاعه ان هو ما بيوعدش المنتخب ما بيوعدناش بانه يوصل امم افريقيا ويفوز بامم افريقيا ولا يوصل لكاس العالم اذا هو قال كده فعلا يحق له انه يكمل طيب ولو ما قالش ايه اللي المفروض يطلع يقوله يطلع يطمننا ويطلع يقول هيعمل ايه وخطته ايه ورؤيته ايه وايه اللي شايفه في الكره المصريه مش عاجباه وهو يطورها ده رقم واحد رقم اتنين يا جماعه احنا بنشوف المنتخبات الافريقيه بتلعب ماتشات وديه مع منتخبات عالميه البرازيل والارجنتين والمنتخبات العربيه بتعمل اعدادات قويه جدا وبتعمل مباراه وديه قويه جدا مع منتخبات تستفيد منها فمنتخب انا ممكن العب قدامه هستفيد منه هيفيدني مثال بسيط قوي خساره الزمالك من الهلال انت لعبت قدام الهلال لكن اللعيبه دي زي حسام عبد المجيد لعب قدام لعيبه واجسام جامده استفاد منها استفاد من مريجا واجاله نوعيه من الفراوده ما شافهاش في الدوري فبيستفاد ايه هي الفكره في كده الفكره انك انت ممكن تلعب مباراه وتخسر بس تطلع مستفيد مش تطلع تكسب زي اللي هو ليبيريا والمنتخبات اللي احنا لعيبه مع احترامي مش تحس ان هم لمينهم من على القهوه وخلاص وتعالوا قاعدين ما بيلعبوش حد غيرك اي حاجه تحس سبحان الله اي مباراه لازم المنتخبين دول يلعبوا منتخب مصر هو ده مش هيلعبه لا حد بيطلبهم غيرنا ولا حد بيطلب منهم اي حاجه فكارثه يا جماعه لازم نشوف منتخبات قويه نستفيد منها نخسر مش مشكله بس نجرب فكر ويطلع يقول لنا انا بجرب انا عايز اعمل حاجه وعايز اجرب وده الاهم انك تطلع تورينا رؤيتك وايه اللي انت عايزه لكن مش تجيب لنا منتخبين حصاله وبعد ذلك هتكسبهم بطلوع الروح ده الموضوع الثاني اللي اتكلمنا فيه في نقطه كمان عايز اكلمكم فيها يا جماعه اللي هي اللي حاليا طبعا الانديه كلها بقى بتشتري والانديه كلها معاها فلوس سواء اهلي سواء زمالك قلنا بيراميدز فيوتشر الدوري المصري والاسماعيلي وطبعا عوده الجريد وكانت نادي الاسماعيلي ودلوقتي يا جماعه ما فيش نادي له حجه الدوري السنه ده هيولع والنادي ما عادش الاهلي والزمالك هم اللي بيحتكروا اللعيبه وان اللعيبه كلها لازم تروح تحترف اهلي وزمالك خلاص دلوقتي النادي الاهلي والزمالك بقاهم زيهم زي حد في خلاص انت بتدفع مليون بتلاقي في ثانيه الفرقه الثانيه داخله ب 5 مليون وشايله
فالدوري السنه دي شكله هيكون قوي جدا، وشكله انا شايف ان ما فيش حجه للاهلي ولا الزمالك الاستعداد لموسم جديد، ان احنا نشوف موسم قوي جدا، وان احنا نشوف دوري قوي جدا الموسم الجديد ان شاء الله، خصوصا في الفلوس اللي بتدفع دي كلها. فنتمنى ده، ونتمنى عوده الجماهير للاستاد لانها تملى الاستادات تاني. عايزين المنظومه كلها تحلو ان شاء الله كده، ويبقى دوري. انا مش هطول معاكم. عارفين يا جماعه النقطه الوحيده اللي مضايقاني، احنا في مصر في مشكله عندنا في الكوره، وهي دي اللي مسيطرة علينا. عندنا بعض الأماكن مش موجودة. يمكن عندك مصطفى محمد كراس حربة، فرود هجام وقوي جدا ومع الوقت هيدي، بس مين صانع اللعب يا جماعة اللي بيمسك الكرة بنص الملعب، اللي يقدر ينقل لك الكرة من ورا لقدام، من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية؟ نوعية حسن عبد رب ونوعية محمد شوقي، نوعية التقيلة. ما عادش عندنا المركز ده في مصر، مركز 8 اللي هو زي فرجاني ساسي، اللعيب ذو شخصية اللي يقدر يسيطر على الكرة، اللي يقدر يبدع في الملعب، اللي يقدر يودي الكرة يمين، يودي الكرة شمال، يقدر يوديك هنا ويجيبك هنا، ويقدر يستحوذ تحت ضغط. في عز ما بتلاقي ضغط عليه بتلاقيه بيستلم وبيلف ويوديك يمين وشمال. هو ده في بعض المراكز في منتخب مصر حاليا، في مصر عموما مش موجودة. مركز 8 مش موجود، الدفاع موجود، عندك طارق حامد، عندك اي حد، عندك مهند لاشين، عندك في لعيبه كتير نص الملعب في سته ممكن تضرب وتأدي هتديك في نفس المكان. لكن انا بتكلم راس حربه، انت محتاج كمان باك رايت. ما عادش عندنا باك رايت قوي، حتى عمر كمال عبد الواحد بتاع منتخب مصر تحس انه آلة. مع احترامي عمر كمال عبد الواحد، اذا انتوا شايفينه، لا انا على راسي من فوق، بس كلاعب لا، تحس انه موظف، مش اللعب كده المبدع السلس اللي يلعب في بعض الاماكن كده بمنتخب مصر مش موجوده يا جماعه، ودي سبب مشكله كبيره جدا مش شايفينها، المفروض ناخد بالنا منها الفتره الجايه وننمي الموضوع ده، نشوف المشكله فين. زائد بالاضافه الاهم موضوع هسالكم فيه، فين محمد عواد من منتخب مصر؟ اذا كان مستبعد محمد عواد، هل انتوا شايفين معاه الحق انه يستبعد محمد عواد اللي هو احسن حارس مرمى في مصر حاليا، وهو كان احد اهم الاسباب بعد توفيق ربنا لنادي الزمالك وعدل فيريرا، ان محمد عواد انقذ نادي الزمالك من مباريات كتيره جدا جدا جدا، وبسبب ده الزمالك فاز بالدوري والكاس. هل انتوا شايفين ده صح ولا له رؤيه ولا ايه الموضوع؟ الموضوع النهارده انا مش هطول، اتكلمنا فيها. هل تصريحات فيتوريا اذا قالها ايه رايكم فيها؟ واذا ما قالش ايه اللي بيوعد فيه منتخب مصر؟ اللي بيوعد بيه الشعب المصري اللي يطلع يقوله؟ عوده جريده هتمثل قوه لنادي الاسماعيلي الفتره اللي جايه، ونادي الاسماعيلي هنشوف الاسماعيلي قوي السنه الجايه، وهنشوف دوري قوي، ولا الاسماعيلي برضه هيسارع للهبوط؟ وتتوقعوا بعد عوده الجماهير ان شاء الله، الجماهير ترجع والانديه اللي بتدفع فلوس، ده شكل الدوري هيكون ايه؟ مش هنطول معاكم، الفيديو بسيط لان حاليا دي بعض الموضوعات اللي موجوده على الساحه. انا مش هكلمك الفريق ده جاب مين وجاب مين، هنعمل حلقه عن اقوى الصفقات واحسن انديه في مصر اللي اشترت، وايه الصفقات القويه اللي اشترتها الانديه الاهلي والزمالك، زي الاهلي حاليا والزمالك. هل انتوا شايفين الصفقات اللي النادي الاهلي والزمالك اشتروها حاليا واو، حاجات جامده جدا؟ وهل الاسامي بتفرق لما تجيب لعيب اسم وخبره ومع منتخب بلاده واسم كبير وتقيل والناس كلها تعرفه، هو ده الصح، ولا تجيب لعيبه مغموره محدش عارفها وممكن تنجح معاك وممكن ما تنجحش؟ لكن انت لما بتجيب لعيب دولي بيلعب في منتخب قوي واسمه معروف والناس عارفاه، اعتقد احتماليه فشله تبقى قليله جدا معاك. لكن انت لما تجيب منتخب لعيب بيلعب ما حدش يعرفه ممكن ينجح وما ينجحش. المهم مش هنطول عليكم، يا رب الفيديو يكون عجبكم. المهم اشتركوا في القناه، وبتشرف بكل الناس اللي اشتركت في القناه، وبسمع تعليقاتكم، واتمنى في تعليقات اي حاجه حابين تقولوها واجاوبكم عليها. اذا عجبك الفيديو لايك وشير وكومنت، والملعب.